زوايا متعددة للنقاش فتحتها الندوة الفكرية السياسية استهلت بطرح مدى استجابة القانون المالي للانتظارات وانسجامه مع البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية وللبرنامج الحكومي، والاستفسار عن كيفية وإمكانية الميزانية في تطوير المؤشرات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل ارتفاع الديون وضعف المداخل الضريبية حسب لسان الأمين العام للحزب الاشتراكي. وشكرا للجميع. يتبين أن الأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية يعني وضعية صعبة، وكذلك انتظارات المجتمع المغربي والخصائص الاجتماعي والاقتصادي كذلك يعني كبير جدا، ولهذا نحن نترقب أن ستكون هناك صعوبات في يعني الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي، وكذلك الاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية في يعني بعض الملفات يعني العالقة مثل البطالة ومثل القدرة الشرائية. عدة فعاليات من مكونات سياسية شاركت في هذه الندوة التي تليت فيها تصورات الحزب الاشتراكي للمنظور السياسي الذي تبناه في التفاعل مع سائر المستجدات ومنها التدبير المالي للمرحلة الراهنة.